أشوفكم ترتيبنا المجمدة. أهم شيء تعتمدون على الحافظات. طبعاً أكو نوعيات من الحافظات كلش زينة مثل هذه المجمدة رهيبة أبد ما تنكسر. الحافظات هم يبقى هواية مكان عندكم بالمجمدة، هم تعرفون شكو بيها يعني ما تنسون. هنا أنا هاي حاطتها للحم المفروم، هذه الحافظة جواها حاطتها للحم، هاي هنا أنا حاطة البامية المجمدة، هنا أنا الباقلة المجمدة، هنا أنا حاطة البرجر والباسترما بحافظات شفافة حتى أشوفهم لا أنسى، وهنا أنا هم حاطة تمن بحافظة شفافة. طبعا أنا التمن اللي عندي ليزود من الأكل، يعني بقى عندي خاشوكتين، بقى عندي ثلاثة، ثاني يوم بقى عندي نص ماعون، نقول كله أضيفه بهذه الحافظة وأخليه بالمجمدة، بس أهم شيء يكون القطع محكم حتى لا يعني لا يأخذ ريحة، يبقى فرش من تخلوه على النار كأنه تمن جديد. هذه الحافظة حاطة بها سوالف الدولمة ورق. هاي هنا أنا عندي باتشا، هنا الحمص مسلوق أخليه، هنا فاصوليا عندي ما أخليها معجون، بس للطوارئ أجيبه وأخليها معجون. هنا الكرزات الهيل دائما اخليه بالمجمدة يبقى يعني يبقى فرش ما عليه شيء. الكبه هنا الشغلات السريعه للعشاء، فمرتبتها بشكل انه اشوف شنو عندي وشنو ما عندي.